بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. هذا حديث ولا حديث بعده تبين شيئا من أحكام الاعتكاف، لأن حديثنا فيما سبق كان في فضل العشر الأواخر أو في فضل قيام رمضان، ثم يعني أننا أخذنا الحديثين الأولين، حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وحديث إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة شد مئزره وأحيا ليله أي قضاه له. فكان ثم أعقب ذلك المصنف رحمه الله بالحديث عن الاعتكاف. ومعلوم أن العلماء رحمهم الله يتكلمون عن الاعتكاف في أواخر حديثهم عن الصيام، وذلك لوجود نوع ارتباط كما هو معلوم، حيث إن الاعتكاف جل ما يكون في رمضان، وإلا من حيث الجواز فإنه يصح الاعتكاف في أي وقت، يصح الاعتكاف في غير وقت، كما أنه يصح الاعتكاف من غير صوم ويكون الصوم من غير اعتكاف. وعلى هذا أحاديث سوف تأتي، لكن العلماء يتكلمون عن الاعتكاف في أواخر أحاديثهم عن في أواخر كلامهم عن الصيام. فعائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. الاعتكاف في اللغة من العكوف، وهو اللزوم أو كثرة اللبث أو طول المكث وطول الملازمة. ففلان عكف على كذا، أو عكف على التأليف، أو عكف على الكتابة، أو عكف على طلب العلم، يعني أنه لازم. فتقول فلان عاكف على طلب العلم، يعني أنه كثير الملازمة ومفرغ نفسه، وقد حصر نفسه وحصر وقته في طلب العلم. ومنه قوله تعالى: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني ملازمون لها يطوفون عندها ونحو ذلك. وعباد الأوثان يعكفون بمعنى أنهم يطيلون الملازمة على أو عند معبوداتهم. ويقول إبراهيم عليه السلام مخاطبا قومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكذلك أيضا في قول موسى عليه السلام للسامري: هذا الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنسفنه في اليم نسفا. ظلت عليه عاكفا يعني بقيت عليه ملازما، و استخف فيه بني إسرائيل وأضلهم، فكانوا يلتفون حول العجل. فالمقصود بالعكوف طول المكث. ولهذا كره الإمام مالك رحمه الله إطالة الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كره مالك رحمه الله إطالة الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لأن هذا يشبه عكوف أهل الجاهلية على أوثانهم. وكأنه رحمه الله لاحظ ملحظا في التوحيد وملحظا في العقيدة، وهو أن الذي يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يبتعد كل البعد، لا في داخل نفسه ولا في ظاهرها، لا في حركاته الظاهرية ولا في ما يعتمل في نفسه وداخل نفسه، حتى إنه لا يطيل الوقوف، لأن إطالة الوقوف فيها نوع مشابهة لأهل الأوثان الذين
يطول بطبيعتهم ومن طبيعة تنسكهم وتعبدهم أنهم يطيلون المكث عند معبوداتهم طوافا وانحناء وبقاء وجلوسا ونحو ذلك، وكذلك أيضا طعطعة للرؤوس ونحو ذلك. فالإمام مالك رحمه الله لاحظ هذا الملحظ الدقيق في العقيدة، فالإنسان إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يأتي لنا كلام في هذا، ينبغي أن 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 يتمثل وهو يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة، منها أنه كأنه يزوره وهو حي من حيث الأدب ومن حيث خفض الصوت، ويتمثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فتتمثله حيا عليه الصلاة والسلام حيث تتأدب، لا ترفع صوتك ولا تظهر أي حركات تدل على قلة الأدب، كما أنك تستحضر كذلك أيضا أنه نبي الله عليه الصلاة والسلام، وتستحضر كذلك أيضا ما بذله في الدعوة عليه الصلاة والسلام وما قدمه من نفسه وماله عليه الصلاة والسلام، كما تستحضر بشريته، بمعنى أنه بشر وأنه بلغنا البلاغ المبين، وأن الله عز وجل أوحى إليه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وهكذا. فلا تتمثل أنك قد جئت وكأنك تعبد هذا المكان، أو كأنك تطلب منه شيئا هو منعك منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعرفنا بربنا وليعرفنا بمقام ربنا عليه الصلاة والسلام وليعرفنا بمقام الألوهية، ألوهية الله عز وجل، ونفى أي طريق وسد أي طريق يؤدي إلى الشرك أو يؤدي بأن نتعلق بغير الله عز وجل. هذا كله ينبغي أن تستحضره. ومن هنا كان الإمام مالك يكره إطالة الوقوف عند القبر، قال: لأنه يشبه عكوف، والشاهد لنا الشاهد هو قول عكوف، قال: لأنه يشبه عكوف أهل الأصنام على أصنامهم، ونحن لا نعبد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نأتي نزوره الزيارة الشرعية. فإذا عكوف أو الاعتكاف والعكوف في اللغة هو طول الملازمة وطول البقاء وطول المكث، واستشهدنا بالآيات السابقة ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، إلى أمثال هذه الآيات. أما في الاصطلاح فهو لزوم مسجد لطاعة الله، لزوم مسجد لطاعة الله. فقلنا لزوم طبعا أخذا من الاتفاق اللغوي بين العكوف واللزوم، وعادة لا 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 الأصوليين والمناطق حينما يريدون أن يعرفوا شيئا يأتون بكلمة تعرف ولا يأتون بكلمة نفسها. فلو أردت أن تعرف الاعتكاف فلا تقول هو الاعتكاف في المساجد، فالكلمة التي أتيت لتعرفها لا تأتي بها في التعريف، وهذا يقول أصوليين أنه يلزم عليه الدور والدور باطل، ولهذا يأتون بكلمة نظيرة تفسر، فقالوا هو لزوم مسجد لطاعة الله. فقول مسجد يدل على أنه لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد، لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد. فلو أن إنسانا جلس في رباط أو جلس في بيت أو جلس في برية أو في مكان وتعبد الله عز وجل، وإن كان هذا لا مانع منه ما لم يعتقد أن له خصوصية، لكن لا يسمى اعتكافا من حيث الاصطلاح، وإن كان يسمى اعتكافا من حيث اللغة، من حيث طول ملازم. ولهذا قلنا فلان عكف على طلب العلم، في اللغة صحيح، لكن في الاصطلاح لا، لا يكون اعتكاف إلا إذا كان في مسجد، فإذا لم يكن في مسجد فلا يسمى اعتكافا. ولهذا لو كان في مثلا في دائرة حكومية مصلى، أو كان في عمارة كبيرة فيها مصلى، أو كان في جامعة أو في مدرسة فيها مصلى،
فإن هذا المصلى ليس بمسجد، فالبقاء فيه لا يسمى اعتكافا. الإنسان بقي فيه يذكر الله عز وجل مثلا من الضحى إلى الظهر، أو من طلوع الفجر إلى منتصف الضحى مثلا جلس يذكر الله عز وجل، هو على خير ما في شك وطيب، لكنه ليس مع اعتكافا، لأنه لا يكون اعتكاف إلا في المسجد، وهذه تسمى مصليات ولا تسمى مساجد. وجود مثلا مصلى في عمارة أو مصلى في دائرة حكومية إلا إذا كان مسجد، إذا كان مبني بناء مسجد، يعني بعض الجامعات فيها مساجد بناء حقيقي، فإذا كان بناء مسجد فيسمى مسجد ولو كان داخل الجامعة أو داخل مدرسة إذا كان هيئته مسجد. أما إذا كان مجرد مصلى يصلون فيه كما لو صلوا في الفناء أو في الساحة الداخلية أو في اختاروا غرفة أو غرف أو غرفة واسعة يصلون فيها، لا تسمى مسجد، تسمى مصلى، ولهذا لا يأخذ أحكام المسجد من حيث يدخله الجنوب وتدخله الحائض ونحو ذلك، فلا يسمى مسجد. فالمقصود مسجد ما أعد مسجدا وبني بقصد أن يكون مسجدا، هذا هو المسجد. والمرأة إذا كان لها مصلى في بيتها مثلا، بعض النساء قد تتخذ مصلى في بيتها وهذا لا مانع منه، لكنه لا يسمى مسجد، فلو جلست فيه تعتكف في رمضان في العشر الأخيرة أو يوم أو يومين لا يسمى اعتكافا. وإن كان الجلوس للذكر والجلوس هذا خير كثير، لكنه لا يسمى اعتكافا في الاصطلاح، ولا يسمى اعتكاف المطلوب الكلام عليه. لزوم مسجد لطاعة الله، إذن الاعتكاف مقصود به طاعة الله عز وجل، ولهذا بعضهم يعبر للعبادة، ولعل العبادة أدق لعبادة الله، لأن مفهوم الطاعة واسع، مفهوم الطاعة واسع، كل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله من الأعمال حتى ولو كانت أعمالا عادية مباحة، الإنسان إذا أصلح نيته فإن قد تكون تتحول إلى طاعة، تحول إلى طاعة، لكن مفهوم العبادة مفهوم أخص. فلو أن إنسان جالس في المسجد لطلب العلم هو طاعة، لكن لا يسمى اعتكاف، لا يسمى اعتكاف، لأن عادة المقصود بالطاعة هنا والعبادة هنا ما يعني الصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء، هذه الطاعة المخصوصة بالاعتكاف، الطاعة المخصوصة بالاعتكاف. أما لو جلس في المسجد لطلب العلم لا شك أن هذا خير ومن أهم وظائف المسجد طلب العلم، لكن لا يسمى اعتكافا في الاصطلاح، لا يسمى اعتكافا في الاصطلاح. فإذا لا يكون اعتكاف إلا إذا كان في مسجد لطاعة الله، بل المسجد الله عز وجل يقول وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ما يدل على أنه الاعتكاف يكون في المسجد. وكذلك الله عز وجل يقول وطاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومعلوم أن الحديث عن المسجد الحرام عن بيت الله عز وجل وهو أهم المساجد وأعظمها وأفضلها. فإذا الاعتكاف لا يكون في المسجد ويكون لطاعة الله، الطاعة المخصوصة التي هي الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء وما يتعلق بذلك. أما العبادات الأخرى أو الطاعات الأخرى كطلب العلم مثلا فإن هذا لا يسمى اعتكافا. قال كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. قلنا إن الاعتكاف لا زمن له مخصوص، بمعنى أنه مشروع كل وقت أو جائز كل وقت، ويستدل لذلك بقول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوف بنذرك، أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك، ولم يسأله هل هي في رمضان، ولم يقل له اجعلها في رمضان، ولم فقال له أوف بنذرك، فدل على أنه في أي وقت يكون الاعتكاف. ولهذا عند بعض الفقهاء كالشافعية والحنابلة قالوا ولو ساعة، قالوا ولو ساعة ليس له زمن، بمعنى لو دخل الإنسان المسجد بنية الاعتكاف لمدة ساعة أو ساعتين فإنه يصدق عليه أنه اعتكاف اصطلاحا، لكن قالوا لا ينبغي أن يقل عن يوم وليلة، لا ينبغي أن يقل عن يوم وليلة أو عن ليلة كما في خبر عمر قال يا رسول نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال له أفي من أدري، فينبغي أن لا يقل عن ليلة. وكما قلنا هو لا
يختص بزمن، وإن كان الأفضل والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يعتكف إلا في رمضان، ما كان يعتكف إلا في رمضان، اعتكف في عشره الأول ثم في عشره الأوسط ثم اعتكف في استقر اعتكافه على العشر الأخيرة، وكل ذلك تحريا لليلة القدر. فعائشة رضي الله عنها تقول كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، يعني آخر أحواله أنه استقر اعتكافه على العشر الأواخر من رمضان. ومعلوم أن العشر الأواخر هي أفضل أيام رمضان، رمضان كله شهر فاضل مفضل على شهور العام، وعشر الأخيرة هي أفضل أيامه، وهي التي كان فيها يخص التي كان يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد طاعة وبمزيد اجتهاد، كما مر عنه في الحديث السابق أنه كان إذا دخل العصر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فالعشر الأخيرة ينبغي للمسلمين أن يخصوها بزيادة، بزيادة في العبادة وزيادة في الصلاة وزيادة في الذكر وزيادة في قراءة القرآن وزيادة في ومنها الاعتكاف، ومنها الاعتكاف. أما الحكمة من مشروعية الاعتكاف فإن النظر في تلمس الحكمة، الناظر في تلمس الحكمة يجد شيئا عجيبا، وقد بسط الكلام على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغيره. فالحقيقة أن الإنسان حينما ينظر إلى أولا نظرة الإسلام للحياة والعبادات في الإسلام وتنوع العبادات من حيث إنها بعضها عبادات شخصية بحتة كالصلاة مثلا، هذه عادة من الإنسان نفسه بينه وبين ربه ولا تكاد تعدوه، هو يصلي ويتعبد ويتحنث. وهناك عبادات لها مالية مثلا تتعلق بحقوق للآخرين كالفقراء ومصارف الزكاة وصلة الرحم والصدقات إلى آخره. هناك عبادات مرتبطة بالآخرين أكثر كالحج، فإن فيها احتكاك مع الناس وفيها تنقل وفيها أسفار، وكذلك الجهاد. ثم أيضا عموم مفهوم العبادة في الإسلام من حيث أي نشاط يقوم به الإنسان تجاري أو غيره إذا قصد به وجه الله واجتهد في تلمس الحق وتحري السنة، فإن هذه من أعظم أنواع العبادات. وكذلك أيضا من نظرة الإسلام للدنيا وللحياة والأحياء، من حيث إن الله عز وجل استخلف الإنسان في هذه الأرض وطلب منه عمارتها وسخر له ما سخر وأباح له ما أباح من أنواع الأعمال وأنواع الأنشطة والكسب، وأيضا وضع في نفسه حب وتعلق بهذه الدنيا، ووضع في نفسه إقبال عليها وانصراف وانشغال بها، ووضعها يكاد يكون هذا في أكثر النفوس البشر، يتعلقون بالدنيا ويخوضون فيها، حتى قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن لك في النهار سبحا طويلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني أن الإنسان مشغول في نهاره بأمور أخرى، في أمور أهله وفي أمور بيته وفي أمور تجارته وفي أمور. ولهذا لما أمره بقيام الليل يعني قال النهار مشغلة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحان طويل، يعني كان قال لأن لك في النهار، يعني بسبب أن النهار ليس محلا لهذه العبادة الدقيقة كالليل، الليل سكون وهدوء والإنسان يكون فيه أكثر حضورا في القلب وأكثر تعلقا بالله عز وجل. الدنيا قد أذن الله للشمس أن تبسط نورها وشعتها، فالناس في حركة، حركة حية، بينما الليل فيه هدوء. إذا نظرت إلى ذلك ونظرت أن الإنسان طوال العام مشغول بنشاطه أي لون من ألوان النشاط، والله عز وجل جعل للناس مواهب، هذا تاجر وهذا صانع وهذا نجار وهذا موظف وهذا عالم وهذا متعلم، العالم كله تركض في هذه الدنيا
وكله أعمال مباحة وأعمال مشروعة، ما لا أتكلم عن الممنوعات والمحرمات، إنما أغلب أعمال الناس هي في الأصل أنها حلال ومباحة وأيضا مأذون فيها، بل كما قلنا هي نوع من العبادة. لكن ومع هذا يعني كما ننظر في الصلوات الخمس، الحقيقة حكم أسرار العبادات شيء دقيق في الإسلام وعجيب. إذا جئت إلى 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 توزيع الأوقات الصلوات الخمس في النهار، الصلوات الخمس تلاحظ أنها تقطعك عن طبيعة عملك الروتيني وإن صح التعبير الوظيفة اليومية لك، تتركها لتنفرد بربك لمدة هذا الوقت. أولها صلاة الفجر، استيقظت من منامك قبل أن تبدأ نهارك العملي ووظيفتك اليومية، تستفتح بالصلاة، يعني ارتباط بالله عز وجل. والصلاة نوع من الأذكار والمناجاة والدعاء والانطراح بين يد الله عز وجل، ويظهر العبادة له والتوكل عليه والإحساس بأنك بين يديه، وأنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ارتباطات دقيقة. فكأنك تبدأ صلاتك بالله عز وجل ثم تنطلق في النهار. فإذا ما عادة يعني وقت الزوال هو ذروة العمل، وقت الزوال وسط النهار هو ذروة انشغال الناس بأعمالهم، التجار في تجاراتهم والصناع في مصانعهم وكل في أعمالهم والموظفون والطلاب، ثم يأتي النداء، نداء الظهر، ويصل ويدعو الناس للفلاح والصلاة، فينطلقون يصلون لمدة كل ربع ساعة، من حيث الاشتغال بالوضوء والاشتغال بالسنة تأخذ يمكن ربع ساعة أو 10 دقائق، يرجعون إلى ربهم هذه 10 دقائق، نوع من 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 حتى لا ينصرف الإنسان كليا في الدنيا، يرجع إلى ربه قليلا لهذا الوقت المحدود مناجاة. ثم والحقيقة حينما تنظر في أي عمل، حتى العمل الدنيوي، حينما تركض فيه ثم يحصل أنك ترتاح أو تفتر، يصير في فتور. هذا الفتور شرعا مطلوب، هذا الفتور مطلوب، لا تنصرف للدنيا كليا، لأن عادة الذين ينصرفون للدنيا كليا تتقطع قلوبهم ويصيبهم الشح ويصيبهم الحرص والطمع ويصيبهم جفاف الحياة، جفاف الدنيا وجفاف القلب، فإن العبادة فيها ترطيب. فبدل أن تنصرف كليا في ذروة الأعمال، تأتي الصلاة الظهر بحيث تردك إلى الله عز وجل، فتجلس مع ربك وتدخل على ربك في وقت هذه الصلاة، ثم تنطلق إلى عملك. يأتي صلاة العصر أيضا كذلك نوع من، لأن عادة العصر أيضا فيه نشاط كبير، فترة العصر فيها نشاط كثير. ثم المغرب الذي هو انفصال بين الليل والنهار، صلاة الفجر وصلاة المغرب انفصال بين الليل والنهار، ولهذا تعرفون أن من أفضل الأذكار الغدو والأصال، الغدو والأصال، فهي تمثل الأصال لأنها انفصال الليل عن النهار أو النهار عن الليل، فكأنك لما تغير الحال وتغير الكون وتغير، فأيضا تفتتحه بالإقبال على ربك. ولهذا كانت صلاة المغرب هي وتر النهار لأن آخره. صلاة العشاء هذه عادة تكون قبل النوم، فالإنسان يبدأ بصلاته، يبدأ يومه بالصلاة ويختمه بالصلاة. هذه وقفات صغيرة ولكنها يومية، حتى الإنسان يكون دائما مرتبط بربه ولا تصرفه الدنيا. ولهذا الذين لا يصلون صلى الله عليه وسلم، أو الذين عندهم قصور أو كسر، حتى الكفار لا يعرفون الأوقات ولا يعرفون، لا هي لا هي عبث، لا يعرف إلا إما إذا كبر أو إذا تقاعد أشياء، يعني بما أن يعني لم يجد شيء يوقفه عن اللهاث والركض في هذه الدنيا إلا أحوال، إما مرض وإما تقاعد وإما أحوال حواجز غير مرتبة. بينما الإنسان المسلم لا، يوميا 5 مرات فيه نوع من الوقفات. إذا جيت للاعتكاف، الاعتكاف شيء سنوي، إذا تيسر أن الله سبحانه وتعالى أعانك على الاعتكاف، هو نوع من الخلوة ونوع من العزلة، تعتزل فيه أمورك
وشؤونك وكل أمور الدنيا، النساء، التجارات، الوظائف، الأعمال، تعتكف وتعتزل وتلزم المسجد هذه المدة 5 أيام 10 أيام، وهي في الغالب العشر الأخيرة. الحقيقة لو يعني كل إنسان بحاجة إلى الخلوة بنفسه، والخلوة بالنفس لها شيء عجيب من حيث دقة المحاسبة، ومن حيث الراحة النفسية، ومن حيث الانطراح بين يدي الله عز وجل، وصفاء التعلق بالله سبحانه وتعالى. فكأن الإنسان فعلا يتخلى عن مشاغل الدنيا، ويتخلى عن 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 الأشياء التي طبيعة النفوس تتعلق بها من الأمور الدنيوية، وأمور الأهل، وأمور الأولاد، وأمور، فيتخلى لمدة 10 أيام مثلا أو 5 أو الذي يعينه الله عز وجل. يذكر الله عز وجل، يتأمل في آلاء الله، يتفكر في مخلوقات الله، يقرأ القرآن، يكثر من الصلاة، من الركوع، من السجود، أشياء الإنسان بحاجة إليها. الإنسان بحاجة إلى أن ينفرد بنفسه، بحاجة إلى أن يخلو بنفسه، بحاجة إلى أن يسترجع حسابات كثيرة ودقيقة بينه وبين الله، وبينه وبين نفسه، وينظر في دنياه، وينظر في شؤونه، فيخرج أولا بنشاط، ويخرج بنظرة صحيحة للدنيا، نظرة متوازنة، نظرة يعرف عواقبها، ويعرف أنها غير باقية، ويعرف أن هذا الركض يعني لا داعي له أبدا. أو حتى لو اجتهد الإنسان في الدنيا، فاجتهاد المسلم غير اجتهاد غيره، لأنه يجتهد بضوابط، ويعرف يعني مهما كان أن الأمور منتهية. يعني قد يكون عقليا تعرف الناس، كل الناس يعرفون الموت، الكفار والمسلمون يعرفون الموت، ويعرفون أن بنظرة عقلية بحتة أن الإنسان حتى إذا كان عنده مال كثيرة أنه لا يمكن أن يأكلها كلها، لكن لا يدرك الحقيقة إلا المسلم الذي يمارس العبادة، الذي يمارس العبادة ويكون قريب من ربه في صلواته، في أذكاره، في سجوده، في ركوعه، في تلاوته، في تحنثه وتعبده. فمن هنا شرع الاعتكاف، فأنت بحاجة إلى أن تفرد، يعني تخص نفسك لتعتزل أو تنفرد بربك، تناجي ربك، تبكي، تنطرح بين يدي الله، فالله سبحانه وتعالى يقبلك. وهذا شيء مريح جدا للنفس، أن تناجي ربك، وأن تعترف ربك بأخطائك، وأن تؤمل فضل الله عز وجل، وأن تحس أنك أديت شيئا لربك. هذا أثره النفسي في الدنيا عجيب، فضلا عما يدخره الله عز وجل من عظيم الثواب لمن قبله الله سبحانه وتعالى. فمن هنا جاءت مشروعية الاعتكاف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل سنة. والغريب كما نبه بعض العلماء الحقيقة، الناس يقصرون في الاعتكاف، يعني اعتكاف الناس قليل، لكن الحقيقة أن حتى إذا رأيت تاريخ المسلمين الطويل، يعني نسبة المعتكفين قليل، وهذا لا شك أنه تقصير في السنة، تقصير في السنة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية أنه كان كل سنة يعتكف، كان اعتكف العشر الأوائل ثم الوسط ثم استقر اعتكافه على العشر الأخيرة. بينما يعني فيما ينقل من السير وفيما ينقل من العلماء، تحس أن المعتكفين نسبتهم قليلة، بينما كان ينبغي لمن يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر المعتكفون، وبخاصة في أوساط العباد وأوساط طلبة العلم، لأنهم هم الذين يفقهون ويعرفون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا في حينما قلنا إن الاعتكاف لطاعة الله، وسوف يأتي أيضا مزيد من خلال الحديث، يدل على أن المعتكف ينبغي فعلا أن يكون في معتكفه مجتهدا في أن يخصه بالطاعة، ويجتنب قدر ما يستطيع الاختلاط بالناس، ويجتنب قدر ما يستطيع الحديث الدنيوية. لكن مع الأسف أحيانا أن بعض المعتكفين يجلس بعضهم إلى بعض، ويكثر جلوس بعضهم إلى بعض، بحيث يقطعون أوقاته في الكلام، وهو طبعا ليس ممنوعا، وهو لا يفسد الاعتكاف، لكنه يؤثر كثير. الأصل في الاعتكاف أنك تنفرد، الأصل في الاعتكاف أنك تنفرد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي معنا كان يخرج رأسه
لعائشة فتغسله. لماذا لم يخرج هو ليغتسل؟ كان بإمكان يخرج، لأنه وبخاصة أن الغرفة حجرات عائشة كانت مطلة، أو حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت مطلة على المسجد، مما يدل على أمر دقيق أنك لا تخرج إلى الحاجة الأساسية. فكان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ويغتسل أو يغسل رأسه في، لكن يخرج رأسه من الكوة وتغسله في المعتكف، مما يدل على الإنسان يبغى أن يحرص لا يخرج قدر ما يمكن، قدر الإمكان احرص على لا تخرج إلا لحاجة ماسة، كحاجة الإنسان دورة المياه، أو حتى إذا كان روائح كريهة يطردها، أو حتى درعه قيء أو نحو ذلك. وإلا الأصل أنك تبقى الاعتكاف، طبعا تبقى على ملابسك النظيفة. لماذا؟ لأن الرسول غسل رأسه، فإن التنظف لا يتنافى مع الاعتكاف. لا تظن الاعتكاف أن تكون قذر، أو أن تكون ثيابك قديمة، أو أن تكون روائحك كريهة، لا، أو حتى لا تقص شاربك مثلا، أو لا 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 تقلم أظافرك، لا. التنظف في الاعتكاف لا يتنافى مع اعتكاف، النظافة وحسن المظهر لا يتنافى مع اعتكاف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه ليغسل. فإذا فهمنا منها أمرين: أولا أنه إذا كان ليس هناك حاجة للخروج فلا يخرج، ما دام من يقضي هذا بدون خروج فلا يخرج، وإذا احتاج الخروج يخرج، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. إذن هذا يدل على أنه كان يلازم سنة الاعتكاف عليه الصلاة والسلام، ثم اعتكف أزواجه من بعده، يدل على أن الأمر بقي مشروعا وأنه لم ينسخ. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه كان يضرب له خباء، كان يضرب له خباء، يعني مكان خاص، خباء شبه خيمة صغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفرد بها. ثم لما ضرب خباء أرادت نساءه أن تضرب خباء، فلما خرج رأى أنها كثرت فأمر بإبعادها، ويعني آل بر أرادنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحس أنها منافسة نسوية، أنها منافسة، كل واحد وضعت لها خباء، فقال آل بر أرادنا، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا، متفق عليه. أيضا هذا حكم من أحكام الاعتكاف، وهو أن الاعتكاف يبدأ من الفجر، الذي يريد أن يعتكف يدخل معتكفا وصلاة الفجر. مثلا الذي يريد أن يعتكف العشر الأخيرة، العشر الأخيرة تبدأ من يوم 21، ما هو من يوم 20، من يوم، بعض الناس ما هم شاطر بالحساب، بعض الناس ما يحسن الحساب، يظن 20 داخلها في العشر، لا، 20 ليست من العشر، 20 تبدأ من يوم 21، وكذلك كل الأشياء تبدأ من واحد ما تبدأ، فإذا 10 تابعة لواحد، و20 تابعة للعشر الأوسط، فإذا تبدأ من واحد، فالعشر الأخيرة تبدأ من يوم 21، فالذي يعتكفها يدخل فجر 21. وبعض الفقهاء يقول: هو لا شك أن اليوم يبدأ من المغرب، اليوم يبدأ من المغرب الذي يسبق النهار، فيوم 21 مثلا يبدأ من غروب الشمس يوم 20، يوم 21 اليوم الإسلامي يبدأ يوم 21 مثلا يبدأ بعد المغرب، أو إذا غربت الشمس يوم 20، إذا غربت الشمس يوم 20 فقد دخل يوم 21، ولهذا الفقهاء يقول أنه يدخل بعد المغرب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون إذا صلى الفجر ثم دخل معتكفه فقد انتهي قبل ذلك، فإذا الاعتكاف يكون تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد صلاة الفجر، يعني نية الاعتكاف، وقد يتهيأ الإنسان قبل ذلك، وقد يأتي يبيت مثلا لآخره، لكن اليوم يعني المعتكف كما يدل عليه الحديث أنه بعد الفجر. لكن لو أنه دخل بعد المغرب كما قلنا، لأن الوقت أيضا مفتوح، والاعتكاف على حسب النية، الاعتكاف حسب النية، وطبعا الاعتكاف عبادة ويحتاج إلى نية، فلو الإنسان دخل معتكفه بعد المغرب يوم 20 يعتبر بدأ يوم 21، يعتبر بدأ يوم 21، وأيضا هذا أمر واسع، الأمر واسع وشيء حسن. لكن عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإذا دخل معتكفه يعني أنه لزم المكان إلى العشر الأخيرة ولا يخرج إلا
بحاجة الإنسان. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.